بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الرابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بداية موفقة في الكورس الدراسي الثاني. راح نبدي أول محاضرة اليوم في الكورس الدراسي الثاني هي ما يسمى بالبليت كلتشز، الفواصم القرصية، وهذا من المواضيع المهمة جدا حقيقة في الهندسة الميكانيكية. أي استفسار عندك أو سؤال ممكن تتصل بي على هذا الإيميل اللي أمام حضراتكم أو هذا الكيو آر كود. موضوعنا اليوم هو ما يسمى بالميكانيكال كلتشز، الفواصم. فبصراحة تقسم هذه إلى عدة تصنيفات. هذه الفواصم هي أجزاء ميكانيكية مهمة تستخدم لنقل القدرة، لنقل الباور. ما تسمى بالبوزيتيف كلتشز مثل الدوغ كلتشز نوع معين، وما يسمى النوع الآخر ما يسمى بالفريكشن كلتشز اللي هو موضوع محاضرتنا طبعا. وهذا بأنواع مختلفة، بنوع ما يسمى بالكون كلتشز، السنجل بليت كلتشز، والمالتيبل بليت كلتشز، والدايفرام. اللي راح نركز عليه في محاضراتنا حقيقة راح نركز على النوع الأول والثاني والثالث، البليت الكون كلتشز والسنجل بليت والمالتي بليت كلتشز. واكو أنواع أخرى مثل الهيدروليك كلتشز، الفلويد كابلينج، وهذا الموضوع خارج سياق محاضرتنا. والهيدروليك تورك كونفرتر ما يسمى بالHTCC اللي موجود بالسيارات الحديثة، ونوع آخر ما يسمى حسب طريقة الانجيجمنت أو طريقة التعشيق ما يسمى بالسبرينج تايب كلتشز أو السنترفيوجال كلتشز أو السمي سنترفيوجال كلتشز والالكترو ماغنتيك كلتشز. أكو تصنيف آخر according to the method of control، قسم يعني ممكن سيطر عليها manual clutches وقسم automatic clutches، وهذا طبعا موجود في كتاب خورمي اللي انطيتكم اياه في بداية السنة الدراسية. تقسم الكلتشز بصورة عامة فيما يخص محاضرتنا هذه الى قسمين، ما يسمى بالبليت كلتشز والكون كلتشز. واكو يعني تصنيفات فرعية اخرى، على سبيل المثال البليت كلتشز القرصي، الفاصم القرصي، يقسم الى نيو كلتشز واولد كلتشز، الجديد والقديم. اما الكون كلتشز فايضا يقسم الى نيو كلتشز واولد كلتشز. محاضرتنا اليوم حتتركز على موضوع النيو كلتشز. بالحقيقة من يكون الكلتش جديد وغير مستخدم راح يكون البريشر اس يونيفورم، الضغط راح يكون منتظم على كل مساحة الفاصم اللي هو على شكل قرص، وبالتالي يكون البي كونستانت. في حين انه بالاولد راح يكون الوير از يونيفورم، وهذا بمرور الوقت راح يصير بتاكل، وبالتالي يكون مقدار البي ار يساوي كونستانت. البي هو البريشر الضغط المسلط، والار هو مقدار نصف القطر اللحظي عند كل نصف قطر معين على سطح الكون كلتشز البليت كلتشز راح يكون كونستانت. فبالنيو يكون بي كونستانت، وفي الاولد يكون بي ار يساوي لي كونستانت. عادة احنا ايش نبحث في موضوع الكلتشز بصورة عامة؟ نبحث على ما يسمى بالاكسيال ثرست، القوة المركزية الدفع اللي نسميها W، وهنا ليس الورك وانما الاكسيال ثرست بعدات نيوتن. ونحتاج نحسب دائما التورك والترانسميتد تورك، العزم المنتقل بوحدات نيوتن متر. البليت كلتشز بصورة عامة هو عبارة عن سطحين معدنيين متقابلة، ممكن انه نسيطر عليهم من خلال ما يسمى بالاكسيال ثراست W، بحيث انه مقدار التورك ترانسميتد هو T، والضغط المسلط من احدى الاسطع على الثاني البريشر انتنسيتي شدة الضغط between the two surfaces هو P، والR هو الاوتر اند انر راديوس دايمتر، هو معدل القطر الخارجي الى الداخلي، ويسمى R1 زائد R2 over 2. R1 القطر الداخلي و R2 القطر الخارجي مقسوم على 2، يعطيني R كابتر هو معدل القطر. Normal force of an elementary، طبعا احنا عندنا الضغط يساوي قوة على المساحة، فالforce راح يصير الضغط مضروب في المساحة، وهي الصيغة التفاضلية للمساحة اللي هي 2 باي R dr من القانون F يساوي لي P يساوي F over A، وبالتالي F يساوي لي P مضروبة في ال A ناقص A. الفريكشن فورس راح تصير هذه القوة مضروبة في ميو معامل الاحتكاك، كنا نعرف ان الفريكشن فورس هي ميو في F او في R. المومنت ايش راح يصير؟ راح يصير هذه قوة الاحتكاك مضروبة في R،
وبالتالي من أدخل هذه الآر هصير 2 باي ميو بي آر سكوير دي آر. وبالتالي الأكسيال ثرست أكسيال فورس أو أكسيال ثرست فورس راح تساوي لي انتجريشن لهذه المعادلة اللي هي 2 باي تكامل آر 2 من آر 2 اللي هو الصغيرة إلى آر 1 بي آر دي آر. هاي خلناها من المعادلة ستار. والتورك راح يصير اللي هو نفس هاي المعادلة مضروبة بالآر اللي أخذناها من معادلة من هذه المعادلة from equation هاش 2 باي ميو في تكامل بي آر سكوير دي آر اللي هي نفس هاي المعادلة بالضبط. من أجر التكامل هسه من أجر التكامل راح أحصل على فيما يخص النيو كلتشز اللي قلنا النيو بليت كلتشز راح نكون في كونستانت راح يطلع البي خارج حدود التكامل ويبقى لي 2 باي بي لان 2 باي ثابت والبي ثابت تكامل ار1 ار دي ار من ار2 الى ار1. اسوي الانتجريشن راح احصل على معادله دبليو يساوي لي باي في بي في ار1 سكوير ماينس ار. هذه معادله مهمه جدا. ارجع الى معادله 2 معادله التورك راح اسوي الانتجريشن على اعتبار البي كونستانت وراح يطلع ال2 باي كونستانت والميو كونستانت والبي كونستانت يبقى لي ار سكوير دي ار. اسوي حدود التكامل واسوي سمبليفيكيشن ابسط المعادله راح احصل على تي يساوي 2 على 3 باي ميو بي في ار1 تكعيب ماينس ار2 تكعيب. هاي معادله سميتها بي1. اقدر اعوض بعض الحدود اشيل من عندها اعوض بدلها بالاكسل ثرست دبليو احصل على تورك ان تيرمز اوف دبليو. وهذا اثبات هوم ورك يثبت لي انه التورك يساوي 2 على 3 ميو في دبليو ار1 تكعيب ماينس ار2 تكعيب على ار1 تربيع ماينس ار2 تربيع. وهذا سكشنال فيو وفرونت فيو للكلتشز. هذه ار2 الصغيره وهذه ار1 الكبيره وهذه ار اللي هي الديفرنشال اليمنت. والاولد بليت راح ارجع لنفس المعادلات بس اتفقنا انه راح يكون عندي البي ار يساوي كونستانت فمنها من هاي المعادله راح يصير بي ار كونستانت اطلع خارج التكامل وقالي تكامل الدي ار فقط. قبل شوية كان فقط بس البي هسه صار البي ار. من اجر التكامل راح يصير دبليو يساوي لي 2 باي سي في ار1 ماينس ار2. هاي المعادلة هي الاكسيال ثرست لكن في حالة الاولد بليت كلتشز. اما في حالة ايجاد التورك توتال تورك ترانسميتد ايضا راح يكون البي ار يساوي الكونستانت اطلع خارج حدود التكامل يبقى لي تكامل ار1 دي ار. وبالتالي بعد انا اسوي الانتجريشن وتبسيط بسيط احصل على هذه المعادله التورك يساوي لي. فشوفوا لاحظوا هنا شيئين محتاج اطلع الدبليو اللي هو الاكسيال ثرست فورس واحتاج التورك ترانسميتد فصار عندي مقدار التورك ان تيرمز اوف اكسيال ثرست يساوي لي دبليو. فهاي ايضا واجب هاي المعادله فصار بالنيو وبالاولد. بالنيو احتاج اطلع الدبليو والتي الاكسيال ثرست او الاكسيال فورس والتورك وايضا بالاولد احتاج اطلع التورك الدبليو والتورك. هذه واجبات عندكم انه تثبت لي التورك بدلاله دبليو للاولد وللنيو. شكرا.